قصة حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. مجد القاسم. مجد القاسم مطرب سوري نجح في سوريا وتألق واشتهر في مصر، برغم انه بعيد كل البعد عن السياسة الا انها اثرت كتير عليه وعلى مسيرته الفنية لاسباب هنعرفها في حلقة النهاردة. وفي حلقة النهاردة كمان هنتعرف على الفنان مجد القاسم عن قرب وعن مسيرته الفنية والصعاب اللي شافها من اول مشواره الفني لحد وقتنا هذا. اذا كانت هذه المرة الاولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. معضاد مؤيد إبراهيم قاسم هو اسمه الحقيقي، وتولد في 4 مايو، أما سنة ميلاده ففي اختلاف بين سنة 1970 وسنة 1962. في مواقع وبيانات مختلفة بين تاريخ ميلاده، وهو ما أكدش أي تاريخ ميلاد صح. اتولد في قرية الثعلة في محافظة السويداء بسوريا لعيلة مكونة من 11 ابن، وهو ترتيبه كان السادس بين الأبناء. أما أشهر إخواته هو الإعلامي فيصل القاسم، واللي حيكون ليه مواقف كتير مع أخوه هنعرفها في حلقة النهاردة. عيلته كانت بسيطة جدا ومستواها المادي نقدر نقول أقل من المتوسط بشوية. حبه للموسيقى والغنى بدأ من طفولته وعن طريق أخوه الأكبر سعود اللي كان هاوي للموسيقى وكان محترف عزف على العود. وبسبب ضيق حال الأسرة ما أعلنش مجد عن حبه للموسيقى وأمنيته أنه يعزف على العود زي أخوه، بس الموهبة فرضت نفسها، وده لما سمعه أخوه سعود وهو بيغني وقرر أنه يتبناه موسيقيا وكمان أهداه عود عشان يتعلم عليه. بسبب حبه للغنى بقى بيسافر مرتين لدمشق عشان يتعلم العزف على العود على ايد الاستاذ ميشيل عوض، وفي نفس الوقت بدأ يشتغل على نفسه في الغنى ويعلم نفسه اساليب الغنى المختلفة، وحفظ موشحات كتير ساعدته على اتقان اللغة العربية، وغنى الاغاني باكتر من لون بعد كده، وخصوصا لما اشترك في برنامج نادي الهواة في دمشق. درس في كلية الاداب قسم اللغة الانجليزية، وكان طموحه انه يبقى معيد في الكلية، وفي نفس الوقت حب انه يدرس في معهد فنون مسرحية، بس اللجنة ما اختارتهوش، وهنا كانت الصدمة الكبيرة. ولما حب يقدم في السنة اللي وراها قرر انه يقدم لهم سكتش غنائي وتمثيلي، بس بسبب ضعفه في التمثيل اللجنة ما اختارتهوش للمرة التانية، وراح بلده وهو في قمة يأسه. بس اللي حصل قلب موازين حياته زي ما كان بيتمنى. فبمجرد انه وصل البيت لقى المطرب فهد بلان واللي كان في قمة نجاحه بيتصل بيه وبيطلب منه انه يجيب العود بتاعه ويروح له على البيت. واول ما وصل البيت لقى عنده المطرب والموسيقار سيد مكاوي وبيطلب منه يغني اغنية من اغانيه بعد ما سمع عنه عن طريق فهد بلان. ولما سمعه نصحه انه يروح مصر عشان يقدر يلاقي فرصة حقيقية ليه. في الوقت اللي قرر انه يسافر مصر اخوه الكبير فيصل القاسم كان في لندن بيدرس وبيشتغل، وقرر ان يتبناه ماديا عشان يقدر يشق طريقه لعالم الفن. بعد رحلة صعاب واجهته في مصر، بدايتها من سرقة شنطته اللي فيها كل متعلقاته، وبعدين اكتشفوا ان الفلوس اللي معاه مزورة، التحق بمعهد الموسيقى العربية وتعرف على كبار الفنانين هناك. وبعد تخرجه بدأ رحلته الاحترافية في الغنى، وكان اول ظهور رسمي لي في احتفالية تكريم للفنانة مجدة، وغنى اغنية من تلحين الموسيقار سيد مكاوي لحنها مخصوص لي باسم طير يا جناح الشوق. بعدها انطلق في عالم الغنى وقدم أغاني ناجحة ومتنوعة زي أسوة قلبك، لعبتك، ما تصدقنيش، والدويتو الناجح غمض عينيك مع الفنانة مي كساب في بدايتها. واسمع بقى، كمان قدم عملين فنيين هما فيلم جحود قلب ومسرحية الحقونا ياهو. وهو في قمة شهرته الغنائية اتعرض لموقف خليه يقف وما يكملش مشواره الفني، لا ده كمان يبدأ من الصفر، وهو انه تأثر جدا بشغل اخوه الاعلامي فيصل القاسم في قناة الجزيرة الاخبارية في اول الالفية الجديدة، وهو بيقدم برنامج الاتجاه المعاكس، وكان بيهاجم عدد كبير من الدول العربية، وده الامر اللي خلى مجد القاسم يتمنع من الغنى ودخول بلاد كتير وعلى رأسهم تونس والمغرب ولبنان، ويتمنع من دخول السعودية، ويترحل من مصر، وتتمنع أغانيه من الظهور على القنوات الفضائية. بعد أكتر من 10 سنين بدأت البلاد العربية تفك الحظر من على الفنان مجد القاسم ويبدأ في الظهور من تاني،
ويقدم أغاني بألوان مختلفة زي ما بدأ في أول مشواره. أما عن حياته الشخصية فهي محجوبة عن عيون الصحافة والإعلام لأنه حابب الخصوصية في حياته الشخصية. كان معاكم رشا رجب.